البوابة راح نسوي مدخل يعني ناحية علامات تاريخية ناحية حمام العليلي، راح نخلي أيضا الدخول إلى الحمامات المنزلية. في اليوم مع الأخ مدير البلديات، مع الأخ مدير ناحية حمام علي، كنا بزيارة المشروعين الرئيسية. المشروع الأول هو السايد الثاني من مدينة الموصل باتجاه ناحية القيارة، السايد الثاني للطريق القديم، وشركة مان جروب الحقيقة شركة جيدة ودت تعمل وفاتها عدة مواقع على الطريق، نتأمل أنه تنجز بوقت قياسي مثل ما اختصرت من الوقت على الطريق الحولي اللي يربط الجرن بمنطقة بادوش، يمر بمنطقة الموالي. والزيارة الثانية هي الكورنيش حمام العليل، كورنيش حمام علي الآن بدأت أعمال تبليط الشارع وإكساء الشارع أو الأرصفة بالبيهارتون، وننتظر قريبا أيضا أعمال زراعة الجزرة الوسطية. إحنا والأخ مدير بلديات ومدير ناحية متابعين عمل الكورنيش، لأنه فتح الحمامات الموجودة راح يعتمد على إكمال الكورنيش، هاي نقطة. النقطة الأخرى أيضا وجهنا الأخ مدير ناحية ومدير البلدية، ممنوع إقامة أي كشك عشوائي مشوه للمنظر. احنا خسرنا، مو خسرنا إنما استثمرنا مبالغ على الحمامات وعلى الكورنيش، ما نجيب بناء عشوائي على الكورنيش ما مقبول نهائيا، لازم يليق بالكورنيش، اما تكون من هذه الاكشاك اللي على مستوى يعني ما اعرف يسموها تركية او غيرها، او يكون بناها جيد، هذا ما يليق بالكورنيش. فان شاء الله قريبا تكمل اعمال التبليط، اعمال الانارة كملت قريبا يتم افتتاح الحمامات أمام أهلنا. اطلعنا على عمل الحمامات المعدنية التي نفذ سابقا من قبل البلديات، وهو جاهز وحاليا مقترن هذا المشروع بإنهاء الأعمال النهائية لمشروع شارع الكورنيش. واليوم الحمد لله تمت المباشرة بأعمال التبليط قبل يومين، اليوم تم إنهاء الطبقة الأولى من السايد الأول في الناحية في هذا المشروع، وسنباشر إن شاء الله بعد يومين بالشارع الثاني أو الممر الثاني بعد أن أنجزنا أعمال الفرش الطبقة التيكلة والحدل وكل الأعمال الترابية. الحقيقة العمل في الكورنيش يتضمن عدة فقرات، هي إنشاء الجزر الوسطية والأسيجة وزراعة الأشجار وزراعة الثيل والإنارة الوسطية والإنارة الجانبية أيضا وأعمال البيهارتون، وهناك أعمال أخرى إضافية وتأثيث هذا الشارع. سيكون إن شاء الله في غضون أسبوعين من الآن جاهز للافتتاح، ونكون قد استثمرنا هذه المبالغ واستثمرنا هذا الوقت لإنجاز مشروع الحمامات المعدنية الذي سيكون ويغير وجهة نظرة حمام العليل، ويكون حقيقة هو بوابة سياحية وبوابة اصطياف لأهالينا في محافظة نينوى وفي عموم العراق. تقوم الشركة بأعمال تبليط للمرحلة الثانية لشارع الكورنيش، وهو عبارة عن ثلاث مراحل، الأولى منجزة والثانية أعمال التبليط والثالثة أعمال الإكساء والتأثيث،
وتكون العمل ضمن الشروط والمواصفات الفنية. نسبة إنجاز العمل تقريبا وصلت 80% لجميع المراحل الثلاثة، الأولى والثانية والثالثة. لأنه بعد التبليط شنو المراحل راح؟ أعمال البيهارتون وأعمال التسجير وتأثيث الشارع والتخطيط، ويكون العمل جاهز ومنجز. يعني خلال يعني خلال إن شاء الله يعني أيام قليلة، إن شاء الله عشرات الأيام.